السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في حد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والرواية الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. والله خويا كل كنت باغيت انت تبارك الله ياك تبارك الله. انا جابوا لك كما جوار راسك. ما عليكش هادي عندك تبارك الله كامله. و نبغى بطاطا وحده شحال؟ اخويا و نبغى تفرجين وحده؟ سوق من الهي و بغينا احنا حاجه وحده. شي قضي حاجه لراسي؟ واخا نسير باترون واخا نسيدي ايوا وانا ما عرفوش باترون. كما تشوفوا الخيرات اليوم راه 23 في شهر 10 2022 الخيرات تنوروها لجميع المشاهدين قناه زيتون المرجان في الكانو في القرى في الباديه في المدن الصغرى والكبرى بالمملكه المغربيه. اهلا بكم جميعا وما تنساوش تشاركوا معنا في قناه الزيتون المرجان في التوك توك والفيسبوك واليوتيوب مكتوب عليها الزيتون المرجان. اهلا بكم جميعا. السلعه مليحه كما تشوفوا عند صاحبنا ديما تيجيب حاجه مليحه ديما في حد ولاد عبدون ديما تيجيب الخيرات زينه تبارك الله. ما ديما نقول انا عارف السلعه اللي تجيب انا عارف تجيب المليح. هذا كما تشوفوا واللي عندك ثلاثة الفوتة ما عندكش اللفت الرابع. صباحت مرين علاش ما جابش السلعة بزاف. صباحت مرين والباترون اش كان يدير؟ اسكت. صباح راكد. ما صارش مركوب من ها الكلاب ودزت عليكم وانا. جاي ونشير ما صبرش. ولا باس عليك؟ اييه كاينه هذا هو الثالث في الحدوده. خليت ندودن يدير عليا خويا فين صاحبك فين هذاك ندودن. ياك؟ قال لي دابا راه زيدوني صاحبك. ياك بخير؟ الله يحفظك. ناشط؟ قال لي هذه شعلتها كيفاش؟ والعافيه شعلت عطفي وسكت. ياك؟ قالوها في الاول. قالوها في الاول. العافيه شعلت عطفي وسكت خليها غاديه. هذا اللي كان بشحال اليوم؟ 100. 100 باش كاينه الخيرات. حد ولاد عبدون ومكناسية وفاسية بصلة مال البنات بصلة مال البنات 5 كيلو ولا 2 كيلو ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ومازالت لحقت الارفرك اكون هاني البصلة ماطيشة هي ما عشناها هي غلات. لا ماطيشة راه عقبت هودت 80 ريال وراه كانت 160 كانت هذه اللي غادا ما حدا ولا طالع البصلة. واخا نجيو عندك تبارك الله على ابو عسرية. الله يهديك تبارك الله عليك اخويا. الله يبارك فيك ويسعدك اخويا الزين. ياك ناشيط؟ الساعة وساعة خريف الرجلة. هذا اللي كاين. مكاين اخويا على السلامة والهنا والضحك واللعب. الحمد لله هذا فضل من فضل الله تعالى. شحال الخيرات اليوم؟ بطاطا اخويا 6 درهم. الحلوة هي كيقولوا 140 كنقولوا 6 درهم. وهذيك اللوبيا والباربا وهذيك. هذيك الباربا 100 درهم. واللوبيا؟ اللوبيا 160. وهاد الفيت وكورجيت؟ الفيت 80 ريال. وهاد خيزو وهاد؟ هذا خيزو 80. وكورجيت؟ وكورجيت 140 جديد. دمها على خدها. حتى كتشوف المليحة اش بها لك اخويا. تبارك الله عليك ما عندي ما نسالك. خويا الزين. طلبوا لك التيسير. ما عند الله. امين احنا والمسلمين كاملين. امين يا رب. نصور صاحبي تا هو. مرحبا انت تصورتي معنا قناة زيتون المرجان. هانت. مرحبا.
من الرمان. فيها الخير غير التا، ها الرمان تاهكا والتا احسن من الرمان. كي دير هاد الراجل؟ بخير ناشط فر الولد. واخا التحريرة وهادشي ماشي. الله يحفظك كاع اليوم. خدمتي نيت قال يستريح ياك بخير؟ الحمد لله. ناشط؟ الله يحفظك. الأحوال؟ شحال بعتي القرعة وهاد 160 كيلو وهاد الحار والحامض 160 هادي السيالي الرابعة وهاد الثومة 560 كيلو 560 تيقول لنا هاد الرجل حد ولاد عبدون بخريم كاع تبارك الله الخيرات موجودة ديما العرض أكثر من الطلب في المملكة المغربية وهاديك النهار تلاقيت معاك ومشيتي هربتي أييه والحيلة ضايعة أييه ما شتينيش ما شتكش عرفتك ما شتيني كون شتك قال لك هاد الدجاله اه هي نقول لك السلعه الارض اش ولدت ولدت الخير انتم ما جبناتكم فيها الله يرضي عليك مشان بعتي الخير هاتي بطاطا 110 خايزين 80 ثلاثة البطاطات عندك ولا أربعة؟ ثلاثة قسم الجو البيضاء والحمراء ما عندكش الحلوقة؟ لا معاك وهذا الشيء بشحال الآخر بعتيه؟ اللوبيا 100 وخيزو تبارك الله عليك والله يسهل لك كي دير هاد الراجل ناشطين لاباس عليكم وشحال هاد البلوطه اخويا البلوطه ب 6 دراهم باش كاين هاد الخيرات تبارك الله منين هاد البلوطه هذا بلوط قرقع الغابه ولاد محمد قرقع الغابه ولاد محمد تيقول هاد الرجل واحد طلعه النويقه شعبت الفم وهاد الفيته شحال 5 دراهم وهاد محمد تاول وهاد الشلاطه شلاطه قزاز راس صعيب سيدي محمد الكاك شحال 50 40 سير مالك وهاد الربيع شحال درتي لي انتم واخوك الربيع درهم ولاد محمد تاول تاكوا ولاد محمد وهاد النعناع والشيبه كاين ولاد محمد كاين كاين ولاد عبدو خال طلعوا شوف تبارك الله على حسب على حسب بالقيد اهلا كي داير بخير ومع الوقت الله يبارك فيك الله يحفظك الله ينورك يا بالقيد شحال اخويا انت هذه تسعيري اليوم 4 دراهم و50 فرنك ناقصين ديما حنا 10 على المواطن صافي اخويا كفتت وانا ندقاي 70 في مكناس وكل شيء عليك كل شيء عليك المصاريف عليك 10 عيال 30000 3 دراري ب 15 45 كامل ولا صبر معاك يدي منك 90 خير وتجي عند الزقاية موال 10 تما يدي مكوك ب 20000 بدل 10 يا ربي السلامة يا ربي وما تدخلش ليها خلا واحد ما تدخلش ليها ضروري ضروري زيدوني اهلا تبيعوا فرحان تبيعوا فرحان الله يسهل عليك الله يحفظك وكي دايرين هاد الناس ياك بخير انت هاد الرجل تيدير السلعه مليحه بحال ولاد عبدون بخريف هاد الخيرات كي تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتو المرجان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا بكم جميعا وشحال الخيرات شحال هادشي؟ بحال الدنجال والفلفله والخيار. ثمن واحد وهاد الشيفون وهاديك اللوبيا شحال؟ والقرعه؟ مطيشه؟ وهاد الفيتا وهاد السلاوي شحال داير؟ خيزو لفت 100 درهم وهاد كورجيت 120 هالخيرات بحد ولاد عبدون بخريبكه تنوريوها لجميع المشاهدين وهاد التفرجل وبطاطا الحلوقه وهادي وهذا بلال ولا عبد الله ياك يا سي عبد الله ما تسوى حتى حاجه تبارك الله على الشرفه واحبابنا والله يسهل عليكم وشحال اخويا هاد الخيرات شحال؟ كلشي 100 واللي بغى بطاطا وحده 120 حد ولاد عبدو كلشي 5 دراهم واصل شنو؟ يا حد ولاد عبدو هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين بخير
ناس الشيمياء ها الشيمياء والقرع كل شيء الزيدانية واش هذيك بطاطا العشية ولا بطاطا فريكو؟ لا ديال الفريكو ديال بلاد زيدان شحال؟ 100 تاوكا 100 كل شيء 100 شيفور 100 تاهو كل شيء اخويا 100 واللي بغى بطاطا وحدة 120 واللي بغى يا السلعه مخلطه ولدك مزاقل هذا ولدك مزاقل لا خلي يقول اللي بغى ها السلاوي ها هو تاوا شحال السلاوي تاوا مية كل شيء كل شيء 100 تيقول لنا حجاج هنايا بحد ولاد عبدون بخري بكا مرحبا بكم في الفيسبوك ولا التيك توك مع الزيتوني مرجان مرحبا بارك الله على الزيتون وبشحال بعتي 100 ولد بويا قلتي لي باش خاطر الراجل 100 دريال هكا هو بغى نقول له 120 يوم عرفت احنا مهكرينا ها تبارك الله اللي تو حراجل 100 دريال 100 دريال كلشي 100 كلشي 100 واللي بغى بطاطا بطاطا 120 120 بحالك بحال السوق تبارك الله عليكم تبسط 100 دريال ودير تا بطاطا 100 ياك خطير الله يسهل عليك الله يحفظك شحال تا ترفيسه هادي ولا ترفيسه شحال دايره 48 ليها باطيشه غادي تنق 80 ولا لا راه غنديروا 70 غنديروا 60 خويا غادا غادا تتكمل على خاطرك تبارك الله عليك والله يسهل عليك يا رجل بخير ناشط الاحوال الله يبارك فيك الله يطول عمرك الله يبارك لك شحال بعتي الخيرات اليوم؟ 100 دريال ويقرك رجعت شويه لا لا ما تقرش هذه ديال اكادير هذه تاع اكادير اه غادي يبداو دابا داخل السلعه ديال اكادير وين غاد رجعت شويه قال لي لا شويه شويه بالنسبه للمقارنه ديالي راه كانت 160 180 اه 100 دريال وخرجت الله يرضي عليك 80 70 60 60 هذيك ديال الوالدي ديالي اسمعني شحال هذا خذ اسمي